به طاقة إيجابية عظيمة جدا، رغم أنه يتحدث عن أمور صعبة ويتحدث عن مخاطر ويتحدث عن ارتفاع في درجات الحرارة، ورغم ما قاله أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة الذي حيا مصر طبعا على حسن التنظيم، ولكنه حذر أنه الممارسات على الأرض لا تنبئ على الإطلاق بخفض درجات الحرارة وبالعكس برفع ارتفاعها بشكل أكبر، وأنه الحرب الروسية الأوكرانية تعيد بعض الدول وكثير من الدول للأحفوريات أو لل يعني الوقود الأحفوري. نسمع الأمين العام للأمم المتحدة. President El-Sisi, thank you very much for this wonderful hospitality. السيد الرئيس السيسي، شكرا جزيلا لكرم ضيافتكم وهذا التنظيم الرائع. ارتفاع الحرارة 1.5 درجة يعني انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهذا الهدف داعم للحياة. أنا أناشدكم من أجل الوصول إلى ميثاق تاريخي بين الدول النامية والدول المتقدمة، وتحديدا بين الدول المتقدمة والدول الاقتصادية الناشئة، من أجل بذل الجهد لتخفيض الانبعاثات تماشيا مع الهدف المتمثل في 1.5 درجة، وأن تقوم المؤسسات الدولية بتوفير المساعدات والتمويل اللازم للتحول إلى الطاقة الخضراء والتكيف وتخفيف استخدام الأحفوريات وبناء خطط من أجل تخفيف استخدام الفحم في الدول المتقدمة بحلول 2030 ثم في عام 2040. هذا الميثاق الذي سيسمح بتوفير الطاقة المتجددة للجميع مع وضع الاستراتيجيات لما فيه مصلحة البشرية. علينا أن نعترف بأن المسألة تنطوي على خطوة أولى، فنحن بحاجة إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 لمواجهة تغير المناخ، وأن نصف التمويل يجب أن يكرس للتكيف. هذا المؤتمر يجب أن يوافق على خريطة طريق واضح مع جدول زمني يعكس حجم التحدي وخطورته، ويجب أن تسمح الخريطة بترتيبات من أجل التمويل مع تحقيق نتائج ملموسة، وهذا محور التزام الحكومات من أجل نجاح هذا المؤتمر.